ممكن تعرفنا هذا الدوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صاحب هذا الضريح وسيدنا وإمامنا الحبر العلامة العامل العالم بعلمه ومحيي هذا المكان هو سيدنا أبو الحسن علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب. كان ميلاد هذا الحبيب في مدينة حريضة في سنة 1121 ليلة الجمعة، وطلب العلم في حريضة وبلغ من العلم لما بلغ من العمر 21 سنة، كان يطلب العلم في تريم كذلك وفي دوعن، ثم جاء إلى هذا المكان المبارك هو مشهد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وسمى هذا المكان المشهد لأنه كان هنا اللصوص يقطعون الطريق ويأخذون الأموال ويقتلون الناس، فجاء بهمته وشجاعته وعلمه في هذا المكان لوحده وحفر البئر عطية وأقام الزيارة، وسمى هذا المكان مشهد عمر، نسبه إلى جده عمر بن عبد الرحمن العطاس في حريضة. حبيب علي بن حسن العطاس كان قبل أن يأتي في هذا المكان ذهب إلى بلدة الحجرين وبنى بها دارا لا تزال إلى الآن موجودة، ثم جاء إلى هذا المكان. وكان الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قد بشر بهذا الحبيب، وكان الحبيب عمر صاحب الراتب في حريضة لما كان في هذا المكان قال للشيخ علي باراس: كيف هذا المكان يا شيخ علي؟ قال: نظرة يا حبيب عمر. فقال: سيأتي ولد من أولادنا ويعمر هذا المكان. فجاء هذا الحبيب علي بن حسن العطاس، كان له من الأولاد 4 أولاد: حسن وعمر وهود ومحمد. وثم أنه بعد ذلك ابن الحبيب جاء الحبيب هذا الحبيب هادوم بن هود بن علي بن حسن وعمر المشهد مرة أخرى بعد أن جاءت بعض الفرق وكسرت القباء في هذا المكان. جاء الحبيب هادوم بن هود وعمر هذا المكان مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء الحبيب ابنه عمر بن هادون وأبناءه كثير هذا الحبيب، ثم جاء بعد عمر بن هادون حسين بن عمر بن هادون، ثم جاء بعد حسين بن عمر الحبيب أحمد بن الحسين، وما تزال هذه الخلافة وهذه المنصبة وهذه النقابة تتسلسل في ذرية هذا الإمام العظيم سيدنا الحبيب علي بن حسن إلى اليوم إلى هذا الوقت وإلى هذا الزمان المبارك. والخليفة في مقامه هو سيدي الحبيب عبد الله بن علي بن أحمد بن حسين بن عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن بن عبد الله العطاس. وإن شاء الله في شهر ربيع الأول في 13 من ربيع الأول هذا السنة، في كل سنة في هذا الوقت المبارك تأتي الوفود ويأتون الناس من تريم وعينات ودوعن ومن كل المناطق، حتى من صنعاء ومن عمان كما ذكر هذا الإمام في قصائده رضي الله عنه وأرضاه. وأما صاحب هذا الضريح فهو الشيخ الجليل عمر بن أبي بكر بن عفيف، كان هذا زميل الحبيب علي ويقرأ معه القرآن وكان صاحبه وكان يحبه، وكان وهو هذا هؤلاء المشايخ بن عفيف في بلاد الهجرين وكانوا قبل ذلك في حريضة. ثم أن هذا الشيخ كان حبيب الحبيب علي وطبيبه وصاحبه ويقرأ معه القرآن وكان في المشهد في الهجرين، فلما انتقل الحبيب علي بن حسن إلى هذا المكان المبارك يريد أحد من هؤلاء المشايخ، لأنه الحبيب علي يحب المشايخ بن عفيف كثير جدا ويقول: هم أنصاري، هم أنصاري في الدنيا وفي الآخرة، نصروا الحبيب علي وساعدوا الحبيب علي وقاموا مع الحبيب علي وساعدوه بالمال والحال والرجال. بعد ذلك قال: نريد أحد يقبر عندي هنا في المشهد، أنا سأبقى في هذا المكان فأريد أحد يبقى عندي. فلم يرضى أحد
أن يجي إلى هذه البلاد، لأن بلادهم الهجرين وأموالهم وأولادهم وأولادهم وعيالهم. فالحبيب علي يحب في نفسه أن يكون أحد عنده إذا مات يكون قريبه. فقدر الله أن خرج هذا الشخص، هذا الشيخ عمر بن أبي بكر بن عفيف، في ليلة السيل لما يأتي الماء، فأخذه السيل وغرق في الماء، وأخذه الماء من الهجرين، منطقة الهجرين قبلنا نذهب إليها، إلى المشهد. جاء به من الهجرين الماء إلى المشهد، ففرح الحبيب علي بن حسن العطاس وقال ادفنوه هنا، فإني إذا مت أنا ادفنوني هنا. فسمى هذا الشهيد، الشيخ الشهيد، سموه غريق الماء. كيف غريق الماء؟ لأنه غرق في الماء واستشهد، وجاء به الماء من الهجرين إلى وقت إلى المشهد. ولما كان في هذا المكان المبارك أخذه الحبيب علي بن حسن ودفنه في هذا المكان. بعد ذلك توفى الحبيب علي بن حسن ودفن بجنبه وتحققت أمنيته. فهذا الإمام العظيم سيدنا الحبيب علي بن حسن بهمته وإخلاصه وصدقه وشجاعته لم يخف، وله من القصائد الشيء الكثير، ولم ينسب شيء إليه، ما قال مشهد علي بن حسن ولا، وإنما نسبه إلى جده عمر بن عبد الرحمن العطاس، قال مشهد عمر. قل ما تراه، ويجلس الناس 3 أيام والناس في ضيافة هذا الإمام، يأتون العلماء، يأتون القبائل، يأتون المشايخ، يكون الصلح والإصلاح والكرم وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المقامات بأهلها معمورة معنى وصورة. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وهذه نبذة يسيرة جدا من سيرة هذا الإمام، نسأل الله أن ينفعنا به وبعلمه وبجده واجتهاده وهمته وهمه في الدعوة إلى الله، ونكون قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان هذا الإمام قرة عين لجده عمر وجده محمد صلى الله عليه وسلم ولسلفه الصالحين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.